إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، لقد فوجئ المسلمون في عاصمة الصومال في مقدشو قبل أيام، كما تسمعون وتعلمون، لقد فوجئ بحدث جسيم كما فوجئ غيرهم، وواقعة عظيمة يشيب الولدان لهولها ويتصدع القلب حزنا لفضاعتها، ويعجز القلم واللسان عن تصوير مآسها أو ضررها وشرها وهول قبحها وإجرامها. إنها عباد الله حادثة التفجير الواقع في العاصمة في يوم السبت، والعجب العجاب أن يكون ذلك الإجرام في شهر الله المحرم. أيها المسلمون، فهي حادثة تضمنت جرائم عظمى وقبائح كبرى، نالت ضروريات الدنيا والدين معا، وأضرت بالبلاد والعباد والممتلكات جميعا. إنها حادثة اتفق المسلمون وغير المسلمين على استنكارها وقبحها وتجريمها، ويتفق علماء الأمة على عظم جرمها وكبير وزرها، ولا غرو، فهي واقعة اجتمع لها من عناصر المحرمات القطعية كم هائل، وتضمنت من أسباب المخالفة للوحيين شيئا كثيرا، وهي من الإفساد في الأرض. قال تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حادثة عظيمة ينتظمها قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها المسلمون، جناية لا يقرها عقل، ولا يؤيدها منطق، ولا تقرها شريعة. فرسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع
في يوم عرفة قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول مرة أخرى صلوات ربي وتسليماته عليه: لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لم يزال المؤمن في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. والحديث رواه البخاري. فإذا أصاب دما حراما فإنه يضيق عليه دينه حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. إذن أيها المسلمون، إن هذه الحادثة قد نالت من المسلمين الغافلين الآمنين الأبرياء، قتلت وأصابت وأحرقت وهدمت وخربت. فبأي ذنب قتلت تلك الأنفس البريئة؟ وبأي حق دمرت تلك المباني؟ ما هو الموقف الفاعلين أمام رب العالمين؟ وقد قال لعباده سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات والعياذ بالله أشد بعضها من بعض: اعتداء على تعاليم الإسلام الحق الذي حرص كل الحرص على حماية الضروريات الخمس، كيف وقد قال سيدنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من أمتنا، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه بمجرد الإشارة. والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة. إذن أيها المسلمون، إنه عمل تضمن كل تخريب واشتمل على كل فساد: ترويع للمسلمين وقتل للمؤمنين الأبرياء ونقص للمواثيق والعهود. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، عياذا بالله من ذلك. كيف موقف أولئك؟ كيف موقف أولئك المنتهكين للحرمات؟ كيف موقفهم يوم يعرضون على الله تبارك وتعالى؟ وقد حذرهم بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كيف موقف أولئك الجريئين على قتل المسلمين الأبرياء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. كيف هم وأين هم من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فقال: يا رسول الله أوجع المسلمين، يعني قبل قليل كان في صفوف المشركين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفعا
وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ولذا أيها المسلمون، فإننا ومن هذا المنبر المبارك ننادي من فعل مثل هذه الأفعال الشنيعة، ونقول لهم كيف تصنعون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كفوا عمن قال لا إله إلا الله. أيها المسلمون، إن الإسلام شدد في قضية الدماء المعصومة وقتل الأنفس البريئة، قال عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. أيها المسلمون، إن الإسلام بريء، إن الإسلام يرى أن قتل نفس واحدة معصومة أشد عند الله تبارك وتعالى، أشد من زوال الدنيا بأسرها، قال صلوات ربي وتسليماته عليه. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل واحد، من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. إن هذه الحادثة أيها المسلمون وقعت على أبرياء آمنين، فيفاجئون بتلك المصيبة العظمى بدون ذنب ارتكبوه ولا عن جرم عملوه. وقد قال تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معاشر المسلمين، إن دماء خضرها كبير وموقف الحساب فيها أسير. فنبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه يقول يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب، يا رب قتلني هذا، يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى يدريه من العرش. رواه أحمد بسند قوي. وفي الصحيحين إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن هنا أيها المسلمون يوجز عبد الله بن عمر رضي الله عنه مشكاة النبوة ومدرستها بقوله إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، من المهلكات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. والله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، ربنا تبارك وتعالى يتوب على من تاب وأناب وأصلح وأحسن. فسيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زل فليتب ولا يتمادى في الهلكة، إن من يتمادى في الجور كان أبعد عن الطريق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه قريب مجيب الدعوات.